اللي عنده أموال لأولاده مثلا، في بعض الناس يجمع لأولاده، يحط له مثلا كل شهر 100 دينار حق الولد حق البنت، كل شهر 100 دينار مثلا، وكل واحد عنده الحين حاليا. أمس اتصل بي أحدهم وقال لي أنا أجمع لأولادي، فاتح لهم حساب وأجمع لهم، عليه زكاة لهم على زكاة. قلت له تجاوز الألف؟ قال من زمان تجاوز. نعم يعني كل ولد مثلا، أهل ولد عنده 4000، البنت عنده 3000، الولد الثاني عنده 2000، حسب كل واحد مثلا ولد يحط له كل شهر مثلا استقطاع شهري، يقول تجاوز عليه زكاة. لكن كل واحد زكاة الحال، زكاة البنت من مالها، زكاة الابن من ماله، زكاة الابن الثاني من ماله، وهكذا. فعليه زكاة إذا تجاوز النصاب.